أعود إلى الملف اليمني ووسيلة الحوثيين للتهجير القسري، لتهجير المدنيين ومن يخالفونهم بتفجير المنازل. وللتفاصيل معنا من الرياض مانع المطري، المستشار الإعلامي لوزير الخارجية اليمني. أهلا بك معنا سيد مانع. تابعنا يعني خلال هذه الفترة ما يقوم به الحوثيون والميليشيات الإنقلابية من انتهاكات بحق المدنيين. اختلفت ما بين طبعا الخطف، خطف المساعدات، سرقة، الآن وصلوا إلى تفجير المنازل حتى. توثيقاتكم، توثيقات الحكومة الشرعية عن هذه الانتهاكات؟ نعم، تفجير المنازل ليس سلوكا جديدا على الجماعه الحوثيه، هي محاوله لاستحضار سلوك كان يقوم به النظام الامامي البائد قبل نصف قرن من الان، عندما كان يقوم بتفجير منازل معارضيه. الان الجماعه الحوثيه تقوم بنفس الافعال، تفجر منازل كل من يخالفها او يعارضها، وتقوم ايضا تركيب المتفجرات على اي منزل لا يرون فيه انه قد يكون نصيرا لهم مستقبلا، ويقومون بتفجيره حتى يذلوا الاخرين ويخضعوا المجتمع لسيطرتهم. لكن الان هناك اعداد كبيره من المنازل فجرت، اذا كانت فقط قريه واحده اسمها قريه الجنادبه في مديريه ارحب تم تفجير اكثر من 70 منزل داخلها. وأبنائها الآن نزحوا إلى محافظة مأرب، والحكومة والمنظمات الإنسانية تقدم لهم بعض الاحتياجات لكنها لا تفي متطلباتهم بشكل كامل. طيب يعني في القانون الدولي معروف بأنه التهجير القسري هو في حد ذاته يعني مخالف لهذا القانون ويتم المعاقبة عليه، هل يعني تعملون على نقل هذه التوثيقات إلى الجهات الدولية لإثبات ذلك ولربما معاقبة الميليشيات على ما يقومون به بحق المدنيين؟ هناك توثيق لكل الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق المواطنين، والحكومة الآن تدير حربا مع هذه الميليشيات. لا شك أن من ارتكبوا من هذه الجرائم ستعمل الحكومة على أن لا يفلتوا من العقاب وأن ينالوا جزاءهم العادل وفقا للقانون وفقا للمواثيق الدوليه. المعضله الان او الاحتياج الرئيسي الان الذي تريد الحكومه ان يقف المجتمع الدولي الى جانبها هي قضيتين رئيسيه، الاولى وقف استمرار هذه الجرائم، والثانيه اغاثه المتضررين من هذه الجرائم. طيب الحكومة الشرعية يعني نعلم بأنه رغم كل ما تقوم به الميليشيات هي تحاول يعني مساعدة المدنيين، أخذ بيدهم، إنقاذهم طبعا مساندة التحالف العربي. يعني هنا في هذا الصدد هؤلاء الأشخاص الذين هجروا، الذين فجرت منازلهم، هل من سبيل لمساعدتهم؟ أنا أعتقد أن المجتمع الدولي بشكل رئيسي يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه هذا الجانب. هناك خطة أعدها التحالف العربي، هي خطة استجابة إنسانية للعام 2018. نعم. تعمل الحكومة مع اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية على توجيه هذه المساعدات للمتضررين من الأعمال الميليشيات ولكل المواطنين الذين تضرروا من هذه الحرب في مختلف المحافظات بما فيها المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيات. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة سيد مانع المطيري، المستشار الإعلامي لوزير الخارجية اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض.